بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بما أراه ربه وبينه له وأنزله عليه، ولا يحكم بين الناس برأيه أو بهواه، بل يحكم بما أراه الله عز وجل. بما أراك الله أي بما بين لك وما أنزل عليك. وهكذا يجب في الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله، ولا يحكموا بين الناس بآرائهم وأنظمتهم وقوانينهم، فإن هذه حكم بغير ما أنزل الله. قد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. لتحكم بين الناس بما أراك الله. وحتى إذا اجتهد الحاكم وتبين أنه مخطي فإنه ينقض حكمه، أما إذا لم يتبين أنه مخطي فإنه يبنى على الظاهر. فالمرجع والمرد هو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لتحكم بين الناس بما أراك الله. ثم قال جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تدافع عن الخونة، لا تدافع عن الخونة وتكون محاميا عنهم ووكيلا تخاصم عنهم. ما داموا على باطل فلا يجوز لأحد أن يخاصم عنهم وأن يكون محاميا لهم. وهذا عام في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيره، أنها لا تجوز الخصومة بالباطل، ولا يجوز أن يتوكل المحامي عن المبطل وهو يعلم أنه مبطل، لأجل قلب الحقائق وتغيير الأحكام. ولا تكن للخائنين خصيما. قيل في سبب نزول الآية أنه حصلت سرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من بني الأبيرق، جماعة من المنافقين، سرق شيئا وتنبه له، ولما أحسوا أنهم مطلوبون جاء قوم السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أحسوا أنهم مطلوبون أخذوا المسروق ووضعوه في بيت من البيوت، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن صاحبنا لم يسرق، وإنما الذي سرق هو صاحب البيت الفلاني، بدليل أن السرقة عنده. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبين وفضح هؤلاء، فقال: ولا تكن للخائنين خصيما. فهذا فيه دليل على عدل الإسلام وحكمة الإسلام، وأنه لا يأخذ الأبرياء، وأن الحيل والحجج الباطلة والتزويرات أنها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. ولكن القاضي إذا لم يتبين له التزوير أو الكذب فإنه يحكم بما يظهر له، ويكون المعرة والإثم على من علم بالباطل وسكت أو جحد.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فالقاضي ليس له إلا الظاهر، فإذا لم يعلم بالتزوير والكذب فإنه يبني على الظاهر، ويكون الإثم على الخصم الذي تعمد هذا التزوير وغرر بالقاضي وغير الحكم الشرعي. ولا تكن للخائنين خصيما. فالله جل وعلا برأ صاحب هذا البيت وفضح أولئك المزورين، وهذا عبرة للمعتبرين في أن المزورين لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، وأنهم وإن نجحوا في كسب الخصومة في الدنيا فإن الله لهم بالمرصاد، وسيحتكمون إليه يوم القيامة، فيحكم سبحانه وتعالى بالعدل وينصف المظلوم. فعلى هؤلاء الذين يتولون الوكالات والمحاماة في المحاكم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتأكدوا من صحة ما يدلي به وكيلهم، إن كان صحيحا ولا كذب فيه فإنهم يمضون في وكالتهم. أما إذا علموا أنه مبطل وأنه مزور وأنه كذاب، أو أن المحامي نفسه يكذب ويزور، فإن هذا أمر باطل. وإذا أخذوا مال مسلم فإنه يكون نارا يتأجج عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقطع له قطعة من النار. وكذلك من شهد شهادة زور لأجل أن يساعد بها خصما من الخصوم لأجل أن يتغلب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.